غير اي رياضه ثانيه قتاليه اللي هي بتغير مسار التفكير بتاعك، يعني بتخليك سريع جدا تاخد الاكشن في جزء من الثانيه، زائد ان هي بتخليك تكسر جواك الخوف، عامل الخوف مسيطر عليك، فبتخلي ان انت ايه الاداء الحركي بتاعك مختلف تماما عن الواقع. مثلا حد جه ضربك انت ممكن تخاف، لا ده بيديك جرأه، بيخلي الحاجات عندك ان انت تدافع عن نفسك في وقت زمن قصير جدا جدا. تدافع عن نفسك، تقدر تدافع عن نفسك. الجوجيتسو ببساطة شديدة جدا هي ميكس من كل الألعاب القتالية، بس بعيدا بقى عن الجزء الشوي أو الجزء بتاع السعرات، هي بتشتغل في الجزء الإفكتيف، الجزء الفعال. ببساطة جدا ممكن تكون أوفنسيف ممكن تكون ديفنسيف، يعني ممكن أدافع عن نفسي أستخدم دور اللي قدامي، مجرد اللي بعمله بخطاع فأبعده عني. ممكن تبقى أوفنسيف إن أنا لا إن أنا أسيطر عليه سيطرة كاملة، سواء بقى هو بسلاح أو من غير سلاح. الجوجيتسو يمكن تمريناتها بتتعلم الفيتنس جامد جدا، بتأدي للسلام، السلام النفسي الداخلي سواء ليك او لحالك. بس يعني لو الناس لو تيجي تجرب الجوجيتسو تمرينه واحده بس هتبني عن جواك كتير. فلسفه الجوجيتسو بتعتمد انها تنهي الصراع باقل مجهود واسرع وقت ممكن عشان الحالات الطارئه، يعني هي ارض الواقع مختلفه تماما عن الام. انا مبسوط طبعا بالتدريب ده جدا، يعني لان غير لي المايند سيت بتاع دماغي تجاه الفنون القتاليه، يعني زي كده شفتها من زاويه جديده. لقيت ان الجوجيتسو مختلف عن معظم الالعابات اللي موجوده. اول حاجه بتعلمك ان انت ازاي تبقى مسالم، وازاي ان انت تقدر تسيطر على اللي قدامك وتضعه تحت استسلام اقل من الثانيه وجزء بسيط. ومفيش حاجه، مفيش داعي ان انت تعمل عنف، بالعكس كل الحركات بتعتمد على خفه الحركه، ومختلفه كثير عن الالعاب الاخرى مثلا زي الكونغ فو ما فيهاش عنف وكده. ومبسوط ان انا بلعب مايت جوسو.